ليس بالكم وحده تحيا السينما وتزدهر، شعار غير مكتوب يرفعه المهرجان القومي للسينما منذ 21 عاماً، حيث يقدم كشف حساب للأفلام المصرية التي أنتجت على مدار عام. حصيلة هذه الدورة كانت 21 فيلماً اختارتها لجنة التحكيم بعناية لتمثل الأفضل والأجود. والله السنة دي في أفلام كتير جداً مميزة، يعني في فيلم نوارة وفي فيلم اشتباك، في كذا فيلم الحقيقة، يعني خلال العام أفلام فعلا مشرفة ومحترمة وليها قيمتها وأخذت جوائز، وده شيء يساعدنا، احنا عايزين من النوعية دي كتير قوي. سيظل مهرجان القومي للسينما يعني له مكانة وبريق، فأنا كنت مستنياه في الحقيقة، خصوصا أنه مجموعة الأفلام المشاركة في المهرجان السنة دي أفلام مهمة، فده بيخلي المنافسة ساخنة وبيخلي الجائزة بتبقى لها يعني وقع أكبر وقيمة أكبر. حالا أنا بحبك. وأنا كمان بحبك. للأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية نصيب وافر من المشاركة التي تدفع بالمخرجين الشبان إلى دوائر الضوء التي يصنعها المهرجان، إلى جانب الإسهام في جذب الجمهور إلى نوعية من السينما تعاني التهميش والنسيان. الناس قايمين بمجهود كبير جدا معانا، فرص ممتازه للشباب ان هو ممكن يظهروا ويقابلوا كبار صناع السينما ويستفيدوا منهم ويتبادلوا الافكار ويحطوا نفسهم مكانهم في السوق، وممكن كمان يعني انا في ناس هنا قابلوني من مهرجانات عالميه وخدوا ارقام تليفوناتي وشافوا الفيلم وقالوا لي قدم. الثوره صحيح لو قامت زي ما بيقولوا ياما لسه ما قامتش. بعد ماراثون طويل من صناع السينما ينجح فيلم نواره من اقتناص نصيب الاسد من جوائز المهرجان، حيث حصل على 5 جوائز دفعه واحده، جائزه افضل فيلم وافضل انتاج، بالاضافه الى جائزه افضل ممثله لبطلته منى شلبي وافضل ممثل للفنان امير صلاح الدين وهالة خليل كأفضل مخرجة. رغم غياب الفنانين الكبار عن المهرجانات القومية، إلا أن الشباب يحتلون المشهد بأعمال مختلفة وراقية تحاول أن تشق طريقها إلى النور، ومن فنهم وإبداعهم وسينماهم ينطلق شعاع الغد. يسرى أمين، اليوم على الحرة، القاهرة.